بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بأبناء الطلبة في مدارس الوطن العربي. اليوم سنتحدث عن درس العطف. هل يعتبر العطف من التوابع؟ أخذنا في الدروس السابقة أن البدل والنعت والتوكيد من التوابع. لنتعرف الآن على العطف. العطف هناك حروف من للعطف، وهي ممكن قد تكون مرت معنا في الدروس السابقة، مثلا الواو، الفاء، أو. ويوجد أيضا حروف جديدة مثل بل، لا، وأم. هذه حروف جديدة لم يرد ذكرها أو لم يتعرف عليها من قبل. لنتعرف عليها الآن بنبدأ بالجملة الأولى. خلدت إلى الراحة والنوم. أين حرف العطف هنا؟ هي الواو. الراحة والنوم. إذن هنا شرط يجب أن يتوسط حرف العطف ما بين اسمين. الاسم الأول هو المعطوف عليه، والاسم الثاني هو الاسم المعطوف. الراحة والنوم. إذن الراحة هي المعطوف عليه، والنوم هو الاسم المعطوف، وحرف العطف بينهما. هل النوم نفس أخذ حركة المعطوف عليه؟ نعم. الراحة هي اسم مجرور وعلم جر الكسرة، والنوم إذا أخذ نفس حركة الإعراب، فبنحكي هون النوم هي اسم معطوف مجرور وعلم جره الكسرة. إذا يجب أن يتوسط حرف العطف ما بين المعطوف عليه وما بين الاسم المعطوف. لننظر الآن إلى الجملة الثانية. يوما أو بعد يوم. يوما منصوبة، وبعض أيضا منصوبة، إذا نفس أخذت نفس الحركة أو توسطت ما بين يوما وبعض. لأن يوما هي المعطوف عليه، وبعض هي الاسم المعطوف، وأو جاءت بين المعطوف عليه وبين الاسم المعطوف، وأيضا بعض أخذ حركة يوما لأن هي اسم معطوف منصوب بالفتحة. جملة رقم 3. أدخل الحمام الأول أو الثاني. حرف العطف أين؟ أو. أين المعطوف عليه؟ هي الأول. وين اسم المعطوف؟ هي الثاني. إذا هون أيضا توسطت ما بين الاسم بين المعطوف عليه وبين الاسم المعطوف، وأيضا أخذت الثاني أخذ حركة المعطوف عليه. أدخل الحمام الأول. شرب الأول هون هي نعت. نعت منصوب بالفتحة. نعت لمين؟ للحمام. نعت منصوب بالفتحة. الثاني اسم معطوف منصوب بالفتحة المقدرة ومن عند ظهورها الثقل. جملة رقم 4. اختر لنا حمامين ندخلهما، بل حماما. اختر لنا حمامين. أين المأمون؟ أين حرف العطف؟ هي بل. أين المعطوف عليه؟ هي حمامين. أين الاسم المعطوف؟ حماما. حمامين شو إعرابها؟ هي مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. بل حرف العطف وحماما نحكي اسم معطوف منصوب بالفتحة، إذا أخذ حركة المعطوف عليه وهي النصب. جملة رقم 5. وحلاقا نستعمله لا حلاقين. أين المعطوف عليه هون؟ حلاقا. إحنا كان يتوسط حرف العطف ما بين اسمين، إذا وين الاسم الأول المعطوف عليه؟ هي حلاقا، والاسم المعطوف هي حلاقين. مع حركة حلاقا هي النصب. حلاقين أيضا تأخذ نفس الحركة لأنها مثنى، حركة تكون منصوب معاملة نصبه الياء. إذا لا توسطت ما بين حلاقا وما بين حلاقين. حلاقا هي معطوف عليه، وحلاقين هي الاسم المعطوف. أجئت من الحج ماشيا أم راكبا؟ أين المعطوف عليه هنا؟ هي ماشيا. أين الاسم المعطوف؟ راكبا. أين حرف العطف؟ أم. إذن راكبا أخذت نفس حركة المعطوف عليه؟ نعم. لأن ماشيا أو راكبا. هل أجئت من الحج ماشيا أم راكبا؟ ماشيا هاي حركة النصب، وراكبا أيضا أخذ نفس الحركة، إذن هي اسم معطوف منصوب بالفتحة، وأم هي حرف عطف. عمد إلى رأسي ثم جسمي يغسله. أين حرف العطف؟ ثم. أين المعطوف عليه؟ رأسي. أين الاسم المعطوف؟ هي جسمي. رأسي هون مجرور، مجرور بالكسرة، وجسمي أيضا حيكون اسم معطوف مجرور بالكسرة، وثم هي حرف العطف. هذا الرأس لي لا لك. لا وردت في الجملة السابقة أيضا أنها حرف عطف، لكن لي هي شبه جملة. قد يعطف حرف العطف يعطف جملة أو شبه جملة على شبه جملة أخرى. لي شبه جملة وهي المعطوف عليه، ولك هي اسم أيضا شبه جملة
ايضا هي الاسم المعطوف، او بنحكي شبه الجمله هي المعطوفه على الجمله الاولى. شبه الجمله عطفت على الجمله شبه الجمله الاولى. اجتمع على راسي الاول فالثاني، اجتمع على راسي الاول فالثاني. اين حرف العطف هنا؟ هو الفاء. اين الاسم المعطوف؟ الثاني. اين المعطوف عليه؟ هي الاول. ما اعرب الاول؟ هي فاعل مرفوع بالضم. الثاني اسم معطوف مرفوع بالضمه المقدره ومنع ظهورها الثقل. اذا نسجل ما سبق ان حروف العطف تاتي للربط بين اجزاء الكلام. اذا هي تقع بين او تتوسط بين اسمين، الاسم الاول هو المعطوف عليه والاسم الثاني هو الاسم المعطوف. الحروف العطف هي الواو واو وبل ولا وام وثم وفا. لنسجل ما سبق ان حروف العطف تاتي للربط بين الكلام ويتوسط المعطوف عليه والمعطوف، وهي الحروف اللي ذكرناها لام، والعطف من التوابع يتبع حركه ما قبله. لنتعرف الان على معاني حروف العطف. كل حرف له معنى، ممكن ان نستنتج معنى حرف العطف من الجمله نفسها. مثلا لو قرأنا الجمله الاولى، خلدت الى الراحه والنوم. اذا انا ربطت الراحه مع النوم، او هناك مشاركه ما بين الراحه والنوم. اذا واو تفيد المشاركه. يوما او بعض يوم، انا لم اثبت بانني قضيت يوما كاملا او جزءا من اليوم، من هنا او تفيد الشك. ادخل الحمامه الاول او الثاني، انا لم احدد اي حمام سوف ادخل، الاول ام الثاني، اذا هون او تفيد التخيير. اختر لنا حمامين ندخلهما، بل حماما، اذا هنا انا اثبتت بانني سوف ادخل حماما وليس حمامين. اذا بل تفيد الاضراب، ومعنى الاضراب بانها اثبتت الحكم لما بعدها، لما بعد حرف العطف ونفيه عما قبله. اذا هنا اثبات الحكم لما بعد حرف العطف ونفيه عما قبله. وحلاقا نستعمله لا حلاقين. لا هنا انا اثبتت الحكم بانني سوف استعمل حلاقا ولن استعمل حلاقين. اذا هنا لا افادت اثبات الحكم لما قبله ونفيه عما بعده، هي بعكس لا، بعكس بل عفوا. لا معناها اثبات الحكم لما قبله ونفيه عما بعده. اما بل افادت اثبات الحكم لما بعد حرف العطف ونفيه عما قبله. اجئت من الحج ماشيا ام راكبا؟ هون انا لم اعين، انا اتيت من الحج مشيا ام راكبا. اذا هنا ام تفيد التعيين، انا لم اعين، هل جئت من الحج ماشيا ام راكبا؟ لا، ام تفيد التعيين. عمد الى راسي ثم جسمي يغسله. عمد الى راسي ثم جسمي يغسله، اذا بالبدايه تم غسل الراس. اذا اولا غسل الراس، بعد مهله او بعد فتره من الزمن تم غسل الجسم. اذا هنا ثم تفيد الترتيب والتراخي. التراخي معناها انه بعد مهله ولم يتم مباشره غسل الجسم، وانما غسل الراس بعد فتره من الزمن او بعد مهله تم غسل الجسم. اذا تفيد ثم الترتيب والتراخي. هذا الرأس لي لا لك. حكينا لا في حسب الجملة السابقة بأنها أثبتت إثبات الحكم لما قبله ونفيه عما بعده. إذا هذا الرأس هو لي أنا، ونفته عن أنه ليس له أو ليس لك. اجتمع على رأسي الأول فالثاني. الفا هون إذا أيضا في البداية اجتمع على رأسي الأول، إذا هو ترتيبا، أولا هو الأول بالترتيب، ثم مباشرة جاء الثاني. إذا فا تفيد الترتيب والتعقيب. إذا هنا لا يوجد هناك مهلة ما بين الأول والثاني، وإنما مباشرة جاء الأول ثم الثاني. إذا فا تفيد الترتيب والتعقيب. إذن العطف من التوابع حسب ما ورد بحسب الجملة الأولى السابقة. العطف يرتبط من التوابع، والعطف لديه حروف، كل حرف له معنى،
ممكن أننا نستنتج معنى الحرف من خلال فهمنا للجملة، وبذلك قدمنا لكم درس العطف مع معاني حروفه كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن هناك سؤال تقييمي عن العطف. الجملة الأولى قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، فقط إعراب الأعمى والبصير. الجملة الثانية: لم أكل لحما بل بيضا، فقط إعراب لحما بل بيضا. إذن الجملتين معكم واجب غدا إن شاء الله، منحلها مع بعض على جروب العربية.